السؤال الثاني انه بتسال بتهرب كان ليها سؤال برضو عايده سريعا قبل سؤال داليا بتقول انه عن قيام الليل انها بتصلي بعد العشاء مباشره القيام لا مانع اللي بتصلي الى صلاه القيام بعد العشاء مباشره اخذت بالعزيمه هي قالت انا الحق احسن لو ما انام وما اقدرش اقوم القيام بالليل واللي بتاخره اخذت بالقوه ما فيش مشكله وعلى الله القبول المهم إن صلاة القيام بعد صلاة العشاء أول الليل بقى منتصف الليل آخر الليل ما فيش أي مشكلة لكن تبقي عارفة أنه لا وتراني في ليلة هو وتر مرة واحدة أنا بصليه افرضي أنا صليت في أول الليل اللي هو بعد الصلاة بعد العشاء على طول وجيت بقى في جوف في الليل تراءى لي نمت وقمت وحبيت أصلي تاني من القيام أصلي بس ما فيش وتر تاني الليلة دي لا وتران في ليلة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام